وأن هناك اجتماع على أعلى مستوى أمني في الدولة، ووقع فيه التأكيد الحكومي على القطع النهائي مع أي ممارسة مرتبطة بالاختطاف. يمكن أن تكون الحراسة النظرية واردة، ومع ذلك يقول إنه الآن في برنامج ميديا تفيد، ويقول إنه غير صلاح مستعد أن يستقبل أي جهة ذات صلة بالأحزاب ذات اسمه لكي يباشر بيده التعاون عليه. فهو دخلت الشرطة القضاء بها، وأن المحامي يمكن الآن أو أن يشوفوا شوفوا الآن غير أشباب ظاهرهم راح مسؤولين ويدفنوا في أمور هي كبيرة في حجم الاختطاف في عهد حكومة العدالة والتنمية. ولكن تقول العدالة والتنمية هذا كلام سمعنا يعني هذا راه زلزال، راه زلزال. الله يجزيكم بخير، لا نريد أننا نلقي الكلام على عواهنه، نستبتوا ونتأكدوا كلهم مرتاحين، مكاتب الوزراء كلهم يرشدنا. أنا يشرفكم، وأنا موقعي كمسؤول ديال المجتمع المدني في الحكومة في المخطط في المجال، يعني أنا من مهمتي أن أنسق تفاعل بين الفاعل المدني وغير الحكومة.